الربا هذا شيء خطير جدا جدا جدا، لو لم يدل على خطورته وفداحته وقبحه إلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة: الربا 70 حوبا، 70 إثما، أيسارها أن ينكح الرجل أمه. يا الله، هذا أيسر 70، فما أعظمها. الله أكبر، يعني شيء خطير جدا. وهذا الربا هو كل هذه 70. يقول ربنا: يمحق الله الربا. المحق هذا أكثر من الإزالة، هذا أكثر من المحق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. القرض عند الفقهاء يسمونه عقد ارتفاق، يعني المسلم يرفق بأخيه المسلم. هذا ليس العقد، لا يدخل أبدا في باب الارتزاق. هذا هو شيء يعني يتجلى فيه أخوة الإسلام، فيصير بابا من أبواب الارتزاق، ثم من أبواب السخط العظيم، شيء خطير جدا. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. علق الإيمان على هذا، ثم قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله، ومن يطيق؟ الله أكبر، من يطيق محاربة الجبار القهار سبحانه وتعالى؟ فالناس ما أدري، الناس في غيبوبة عن هذه الآيات والأحاديث. ثم يعني العلماء يجب أن لا يتوقفوا عن تذكير الناس بمثل هذا. يعني عندك في الجهة المقابلة من لا يتوقف عن دعوة الناس إلى أخذ القروض، والفيزيائيون يقولون كل فعل ينبغي أن يكون له رد فعل في الاتجاه المعاكس وبقوة أكبر. فينبغي العلماء أن لا يسكتوا في الخطب، في الجمعات، في الدروس، في الوعظ، في التلفزيون، في دائما يكرر الناس، ليعلم أولئك أن هذا الذي تستسهلونه لا يستسهله عاقل من الجن والإنس. يا الله،